السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد أوقاتكم بكل خير. أخوك عبد الرحمن الخالدي من معرض رماد الدين للسيارات، واليوم أنا في معرض دار النخبة للسيارات. أخي الكريم، أتمنى منك الاشتراك بالقناة، وأخي المشترك أتمنى منك دعم القناة، ولا تنسوا تضيفون حساب سناب شات وتويتر موجود عندكم أسفل الشاشة. اليوم بسوي لكم تغطية سريعة عن دودج تشارجر موديل 2018 فئة SXTB اللي فوق الستاندر على طول. سعر في حدود 113-112 ألف ريال، طبعا السعر لا يشمل الضريبة ولا يشمل التسجيل. طبعا السعر تقريبا. عموما السيارة أعلى من الستاندر بعض المواصفات بنذكرها لكم. أنا حابب صراحة للأمانة ما شاء الله كثير ناس عشاق للتشارجر عندي في القناة، فحابب دائما أغطي لكم كل أنواع الشارجرات ما دام متوفرة عند أحد المعارض اللي أنا أمون عليهم. عموما بناخذ جولة سريعة السيارة من الخارج، بدي أتكلم عن المواصفات. طبعا ان شاء الله في الايام القادمه بنصور لكم فئه البلس اللي هي هذه، برضه 6 سلندر اعلى من هذه، مواصفاتها حلوه وجميله. عموما حتى هذه برضه مواصفاتها جميله فنتكلم عنها. المحرك كما هو معروف 3.6 في 6 6 سلندر، طبعا 292 حصان تقريبا، والجير اوتوماتيك 8 سرعات توب ترنك، نظام الدفع اكيد دفع خلفي. مواصفات السيارة خارجية، السيارة تتميز عن فئة الستاندر ان فيها فتحة سقف، عندكم انوار LED طبعا وكشافات ضباب LED، برضه تتميز عن فئة الستاندر بال LED. الجنوط مقاس 18 انش زي ما تشوفون. هذه السيارة من الجنب، وهذه من الخلف زي ما تشوفون، عندكم انوار LED واربع حساسات خلفيه وشكمانين وشعار الفئه SXT، طبعا فئه B. شكمانين خلفيات، نروح لبطاقه الوقود. طبعا زي ما تشوفون دوجة تشارجر 3.6 كل لتر بنزين تمشي 12.7 كيلو. تقييم السياره سيء. مواصفات السياره، طبعا السياره اكيد دخول ذكي، السياره من الداخل والتشغيل ذكي. بسم الله، هذه التكاية، طبعا هذه مفاتيح السيارة، وزي ما تشوفون عندكم اغلاق فتح تشغيل عن بعد، فتح الشنطة وجهاز انذار. وندخل داخل السيارة. اللي بيتكلم قبل كل شيء عن اهم ميزة من الداخل، زي ما تشوفون مراتبها تختلف عن فئة الستاندر، مراتبها مقاربة للاس ار تي لكن مخمل منفخة زي الاس ار تي. طبعا خلينا نروح نصور ستاندر عشان يكون عندكم فكرة عن المرتبة. زي ما تشوفون هناك منفخة وهنا مراتب عادية، هذه بدون تنفيخات عادية. فياليت يعني اللي مهتم بهذا الموضوع يكون عنده خلفية. بسم الله هذه السيارة من الداخل. المقاعد قماش زي ما قلت لكم تختلف مراتبها عن الستاندر، نفس مقاعد الاس ار تي والدايتونا الى اخره. عندكم زي ما تشوفون هنا التخطيطات هذه اللي على الابواب، الزجاج كهربائي، المرايه كهربائيه، تحكم في مستوى الاناره، تحكم في مستوى العداد الداخلي، طبعا هنا تحكم في مستوى الاناره الداخليه حقت السقف، فتح الشنطه، وهذا هو الدركسون حق السيارة، ويجي مكسوب الجلد مقود السيارة. تحكم بعداد الرحلات، الشاشة كبيرة ما شاء الله تبارك الرحمن، بلوتوث مع أوامر صوتية، ثبت السرعة، والتحكم بالنظام الصوتي خلف المقود. طبعا شاشة نافيجيشن ما شاء الله تبارك الرحمن كبيرة، ولا ننسى ان السيارة برضه فيها تسخين المقاعد الأمامية، فيها ميزة التسخين، وفيها لها الله مكيف لمس، تحكم منفصل بين السائق والراكب.
الجير اوتوماتيك من 8 سرعات توب ترونيك. هذا زر تشغيل البصمه. خلينا نشوف برضه الشاشه عندكم فيها كاميرا خلفيه وفيها نظام صوتي البينو. طبعا عندكم حامل اكواب اثنين لهالدرج اللي حابب ما يكون واضح. طبعا هذه التكاية بالوسط فيها منفذ طاقة، فيها منفذ USB طبعا عدد اثنين، وفيها منفذ UX. برضه عندكم هنا منفذ طاقة ثاني. أبرز المواصفات. خلنا نروح نشوف الدرج حق السيارة. هذا هو عندكم مقسم إلى قسمين. سنتر لوك في باب الراكب. طبعا كرسي الراكب يدوي، كرسي السائق كهربائي. مراية تعتيم داخلية. انوار السقف باللون الاصفر طبعا فيها بالجوانب. فتحة سقف الشماسات طبعا فيها مراية مع انارة، تقدر توسع الشماسة سواء حق السائق او الراكب. فيها الميزة هذه. مواصفات سيارة خلفية. تكاية بالوسط، فتحات تكييف خلفية مع منفذين شحن USB للجوالات. يعني ما شاء الله يركبون معك، بس قل لهم جيبوا شواحنكم، أسلاك الشواحن وشحنوا جوالاتكم. إذا تحبي تكلم عن مواصفات أمن السلامة، أكيد يعني فرامل ABS، نظام ثبات إلكتروني، حساس كفرات رباقات أمامية وجانبية، وعدد 5 أحزمة أمان. هذه أمريكي ومعروف مواصفاته. لا الله، تكلمنا عن وش اختلافها عن فئة الستاندر. زي ما قلت لكم من الخارج كشاف ضباب وفتحة سقف، وعلى المستوى الداخلي نوع المراتب والشاشة تجي أكبر مع نظام نيفيجيشن. هذه أهم الاختلافات الموجودة بين فئة الستاندر والفئة هذه. سيارة حلوة جميلة. منافسين نادرين. كان أول كابرس، الحين ما عاد فيه. الحين في ناس يدخلونها من ضمن قائمة الكيا كادنزا والفورد التورس والسيارات هذه مع أنها دفع أمامي. هي الوحيدة فيهم دفع خلفي، وتجي بمواصفات أكثر، محركات أكثر، شبابية أكثر، وجمالية ووحشية. برضو السيارة التشارجر معروفة، يعني ما شاء الله عندكم الهلكات، وعندكم الاسارتي، عندكم السكات باك، عندكم الدايتونة. كل هذه ما شاء الله مواصفات مع اشكال خارجية وداخلية. صراحة ما شاء الله تبارك الرحمن، سيارات وحوش من جد، سيارات مرعبة. صوت السيارة، صوت الشكامين الى اخره. في كثير مواصفات. فيه صورت لكم الستاندر، الحين صورت لكم الستاندر بي يسمونها، او SXT بي. وان شاء الله بكره او بعد بكره بحاول اصور لكم فئه البلس، تيجي مواصفات افضل. هي الفئه هذه السوداء، هذه افل فئه بالستة سلندر، يجي فيها نقطة عمياء، فيها كثير مواصفات مهمه حلوه. الانسان يبغى ستة سلندر وفي الكامل، فالفئه ذيك مناسبه جدا. حدود سعر حدود 127 130 127. صراحه برضو انا يعني اقول لكم ما شاء الله خيار مناسب ومنافس شرس للسيارات الثانيه زي تويوتا افالون، زي كيا كادنزا اللي بياخذ في الكامل. انا اشوف برضو تشارجر هذه من ضمن السيارات الحلوه ومواصفاتها الجميله. هذه ابرز المواصفات في السياره. طبعا الستة سلندر على كذا بيكون معنا تقريبا ثلاث فئات، اللي هم SXT الستاندر الاي طبعا، و SXT بي، وفيه طبعا SXT بي اللي معنا فيها فتحة سقف، وفي SXT زيادة عن هذه تيجي جنطها زي ما تشوفون 20، ومراتبها تختلف، تيجي جلد تبريد تسخين الى اخره. ان شاء الله ما راح نحرق عليكم مواصفات، نشوفها في الايام القادمة. طبعا اخوان الكرام، اللي حاب يضيف حساب معرض دار النخبة بيكون آخر مقطع الفيديو، وعندكم رقم تليفونهم زي ما تشوفون 011-235-0444. أرقام الجوالات، المبيعات الكاش موجودة آخر مقطع الفيديو، مع البنوك اللي حاب يتواصل طريق البنوك أو شركات التقسيط برضو بحطها لكم آخر شيء. ولا تنسوا تضيفون حسابي بسناب شات، وإذا عندك أي استفسارات تحب تستفسر تسأل، عندك حسابي بالتويتر برضو موجود عندكم للحين بزاوية الشاشة. طولت عليكم أخوان الكرام بالمقطع، أتمنى تدعمون قناتي. وإن شاء الله يعني ما تقصرون معي بإذن الله تعالى، ولا تنسوا تضيفون حساب سناب شات دائما في تغطيات هناك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.